يعتبر مربع الشارقة للأحياء المائية أحد أفضل الوجهات السياحية الترفيهية في إمارة الشارجة، نظراً للتنوع الكبير في الأحياء المائية اللي تعيش فيه، حيث تحرص إدارة مربع الشارقة للأحياء المائية على توفير أجواء طبيعية مثالية للكائنات البحرية للعيش في بيئة بحرية تماثل البيئة الأصلية اللي كانوا يعيشون فيها. وللتعرف على المزيد خلينا نتابع معاكم تقريرنا التالي. تم افتتاح مربع الشارقة للأحياء المائية في 2008 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه. أهمية افتتاح المربع أنه هو يسلط الضوء على الأحياء البحرية، والشيء اللي يميز مربع الشارقة للأحياء المائية أنه هو متخصص أو يركز فقط على الأنواع المحلية في الخليج العربي، وهذا شيء كثير من الناس ما يعرفون، لأن عندنا أكثر من 250 نوع متواجدين في الخليج العربي. حاليا عندنا في مربع شارقة الأحياء المائية تقريبا بحدود 100 نوع، عندنا تقريبا بحدود 21 حوض. موقع المربع ايضا جدا مميز، نحن في منطقة الخان وعلى البحر مباشرة، وهذا يساعدنا نحن ناخذ الماء المالح على الأحواض، طبعا عقب ما يكون فيها نوع من التنقية والفلاتر قبل ما تنزل في الأحواض الرئيسية. مربع شارقة الأحياء المائية في عندنا كثير من الفعاليات خلال السنة، طبعا يركز على الأشياء اللي هي تتكلم عن الحياة البحرية، ضرورة الحفاظ عليها، أهميتها ليس فقط حاليا ولكن للأجيال القادمة. إطعام سمك القرش هو من البرامج إن شاء الله راح نشتغل عليها في الفترة القادمة، بحيث أن الجمهور الزائر خلال فترة الأسبوع يومين إن شاء الله راح نخصص لهالموضوع هذا، راح يشوفون الزوار إن شاء الله عملية إطعام القرش بشكل مباشر، وأعتقد إن شاء الله راح يكون إضافة جيدة للمربى للزوار في الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا حاليا نحن في منطقة شاطئ الخان أو المينا القديم، وهي مناطق مهمة طبعا أو الأجزاء اللي راح يشوفها زائر عند زيارة مربع شارقة الأحياء المائية. وراي مباشرة اللي هو يتكلم عن بيت الصياد القديم. نحاول نزرع في نفوس الأجيال الجديدة أن نحن ماضينا مليء بالتحديات، وأجدادنا وأهلنا عاشوا على الصعاب فترة طويلة، فهو من الموروث الأساسي أن نحن نبغي نوصله للأجيال الجديدة. داخل بيت الصياد راح يشوفون فيلم مدته تقريبا دقيقتين يتكلم عن صيد اللؤلؤ وعن المعاناة اللي عانوها أجدادنا وأهلنا. وهو جزء جدا أصيل من مربع الشارقة للأحياء المائية أن نحن نوصل المعلومة هذه بشكل جيد، مش بس للأطفال ولا للمدارس، أيضا للزوار، نعطيهم فكرة عن الموروث. دائما نستحضر مقولة الشيخ زايد الله يرحمه، اللي ما له ماضي ما له حاضر. نحن حاليا في منطقة النفق أو التنل عندنا هنا، هاي من المناطق جدا مهمة. المنطقة هاي تحتوي على أغلب الأنواع المتواجدة عندنا في مربع شارقة الأحياء المائية. الحوض تقريبا من ستة إلى سبعة متر عمقه، مختلف الأنواع عندنا متواجدة هنا في الحوض. أنت جيتوا على وقت الإطعام، وقت إطعام الأسماك يعتبر من الأشياء جدا محببة للزوار هنا، ونحن نتعمد نسويها بشكل يومي حدود الساعة 10 تقريبا بشكل يومي في الأيام العادية، لكن حاليا مع الإجراءات الاحترازية نحاول نسوي من وقت على أساس ما يكون فيه نوع من التجمهر في المكان هذا حفاظا على التباعد الاجتماعي. حاليا في منطقة أشجار القرم، واللي يزور طبعا اللي عارف الإمارات اللي خصوصا في مدينة كلباء وغيرها حيشوف كثير من أشجار القرم متواجدة، وأيضا في إمارة أبو ظبي. أشجار القرم تعتبر بيئة حامية للأسماك الصغيرة طبعا، وهي أيضا مهمة جدا للبيئة البحرية بشكل عام، يجب المحافظة عليها، ولذلك نحن خلينا لهنيه مكان رئيسي مشان أيضا نعطي رسالة لجميع الزائرين لمربع شارقة الأحياء المائية.
طبعا حوض اللمس من الاحواض جدا المهمه بالنسبه لنا نحن في مربله الشرق الحمايه، نعرض فيه خيار البحر اللي هو نجم البحر وبعض الاسماك الصغيره. دائما الطالب لما يجينا هنا حابب يشوف بعض الاشياء على طبيعتها، فحوض اللمس هذا يعتبر جدا مهم، على اعتبار ان بعض المدارس وبعض المناهج يتكلمون عن مثلا خيار البحر او عن نجم البحر، فيكون في بيننا وبينهم تواصل قبل زياره المدرسه بحيث ان نحن نحضر لهم الموضوع يشوفونه على الطبيعه، فالطالب توصل الفكره بشكل جيد ويعرف ايضا الاجزاء الداخليه لهذا الحيوان البحري.